نعم، المشهد العملياتي ربما لم يتغير منذ عدة أيام، حيث أن العمليات العسكرية المتواصلة ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع تتصاعد بنسق كبير، خاصة في مناطق الشرق وجنوب وشمال الخرطوم. قبل قليل استمعنا إلى أصوات المدافع، القصف المدفعي المتبادل ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، حيث أن قوات الجيش أيضا نفذت عمليات عسكرية عبر الطيران الحربي في عدة مناطق من شرق وجنوب الخرطوم، بالإضافة إلى استهداف بعض المقار التي تتبع لقوات الدعم السريع في منطقة بحري، وهو ما أسفر عن سقوط عدة ضحايا وقتلى من الدعم السريع. في منطقة الفاشر التي شهدت أكبر عملية قادتها قوات الدعم السريع خلال الشهور الماضية، حيث أن قوات الجيش استطاعت أن تصد هجوما كبيرا على مدينة الفاشر من ثلاثة محاور. هذه المحاور التي ربما هي كانت استخدمت فيها القوات الدعم السريع المدفعية الثقيلة والأسلحة المتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى دخول الطيران الحربي. ربما يكون المشهد الأكثر تأزما هنا في الخرطوم، خاصة في منطقة شرق وجنوب وغرب ومنطقة جنوب الحزام، هو الإعلان عن وفيات، عشرات الوفيات جراء انتشار الحميات والأمراض الملاريا والتايفويد وغيرها من حمى الضنك والكوليرا وغيرها. إذ أننا تحدثنا قبل قليل إلى بعض غرف الطوارئ في تلك المناطق التي أفادت بأن عشرات الموتى في منطقة الجريف غرب ومنطقة جنوب الحزام ومنطقة البراري أو بري، بالإضافة إلى إعلان غرفة الطوارئ البحري عن أن الوضع خرج عن سيطرتها بعد انتشار الكميات وانتشار الفرق الآسنة التي تتسبب في نقل البعوض وغيرها. إذن الوضع الإنساني متأزم بشكل كبير للغاية هنا في منطقة الخرطوم، وفي خاصة في الأحياء التي تجاور مناطق الاشتباكات، بالإضافة إلى أن أيضا إعلان لجنة أطباء السودان، لجنة أطباء بلا حدود، عن أنها قلصت كثير من أعمالها في معسكر زمزم لعدم وصول المساعدات. هذا الأمر ربما يشير بداهة إلى أن المساعدات لم تصل رغم قرارات جنيف قبل التي مضى عليها أكثر من 3 أسابيع، لم تصل المساعدات الإنسانية ولم تصل المساعدات الطبية. هذا الأمر يقود الآن إلى محرقة إنسانية، سواء كان في المناطق التي تتواجد فيها عدد كبير جدا من المواطنين الذين لم يخرجوا منذ بدايات الحرب أو في معسكرات النزوح والإيواء.